هذا نحفزوا الطفل الجزائري باش يشوف بلاده وين راها واصله، وهذا يكون حافز ويعتبر تكوين الاطفال والاجيال القادمه. ها جيت اليوم شفت الكوبتير والطياير والبيلوت، ونحب نولي بيلوت كي نكبر ونسوق الطياير وكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام. بعد ذي بدء نبداو هكذا نهضروا بلغه عربيه فصحى باش نقدروا نتفاهموا مليح. مرحبا بكم. ماشي هذه الزياره الاولى اللي كانوا فيها الشباب كما انتم اللي جاوا زارونا. هذه مليحه لينا، شرف لينا انكم تزورونا من جهه، ومن جهه اخرى باش تعرفوا مختلف مهام الشرطه، لان الشرطه احنا نعرفوها ماشي غير في تنظيم المرور، والله في الاجرام، والله في عندنا ثاني كذلك عندنا امكانيات اللي نقدروا نسخروها باش نقدروا نخدموا ونسهلوا لجميع الهيئات اللي باش نقدروا ندخلوا من اجل قمع الاجرام. دونك لهنا هذه عندنا في الوحده الجويه للامن الوطني، مديريه الوحدات الجويه للامن الوطني، عندنا نوعين من الطائرات، طائرات هليكوبتر. عندنا هذا النوع الاول اوغيستا وانسلاند، جبناه من ايطاليا، وعندنا النوع الثاني كنا نعطيهم لكم ايكوري من فرنسا، صنع فرنسي. هذو اللي فيهم احدث التكنولوجيا اللي نقدروا نستعملوها من اجل مكافحه الاجرام، وباش نسهلوا على الاصدقاء تاعنا والاعوان تاعنا وعلى جميع الهيئات باش نسهلوا لهم التدخلات تاعهم. نقدروا نشوفوا اللي هنا مع بعضنا. تفضل شوفي، شوف معليش مختلف العدادات، الكاميرا، لي فار دو ريشيرش. دوك نعطيهم لكم ايطاب بار ايطاب. تسوق الطيارة تكون صعيبة، ماشي صعيبة كي تقرا لها، ماشي صعيبة. ها؟ بصح هي صعيبة كي تسوق. نعم؟ ماشي صعيبة كيما تسوق السيارة. بصح هذه عندها طريقة والأخرى عندها طريقة، هذه عندها رخصة سياقة خاصة بها والسيارة عندها رخصة سياقة خاصة بها. شكون اللي زاد عندها سؤال؟ ورا الضوء اللي يشعلوا في الليل قوي قدره. ها ورا هذا هو الفار. هذا هو يشعل. هذا يشعل، هذا ضوء خارجي. بصح كاين ثاني ضوء تحت تاع الطائرة، كاين ضوء داخلي اللي يعاوننا اللي خلينا نشوفوا فيها القيادة الليلية اللي نقدروا نشعلوها لهنا لداخل، وكاين الضوء اللي باغ اكزومبل كيما مثلا كيما تاع السيارة اللي فار. هم كاين يجيو لتحت ويجيو لهيس، ها هو هذاك الهيس. باه كي تجي باغ اكزومبل في لاتيريساج في الديكولاج اثناء الهبوط واثناء الاقلاع يشعلهم باش تكون معروفه. اسمع لي يا بابا، باش تكون الطياره نقدروا نشاهدوها، باش طيارات اخرى ثانيه يقدروا يشوفوها ويشاهدوها. سيرين عندك سؤال. ورا سيرينا. انا. هيا سيرينا. شوفور ويني جي سوغ دووات. نقولوا شوفور. نقولوا شوفور في طوموبيل، شوفور في كار لهنا. بيلوت والتران. ولي سوق التران كيف نقولوا له؟ كونديكتور تشملهم كامل. ليسي هذه اللي هنا 70 سيرين، هذه اللي هنا كاين على الاختلاف، كاين الربان اللي هو الكوموندون دبور، وكاين الكوبي اللي يساعده في النوع هذا. هذه الجهه اليسرى كوموندون دبور هو الربان، والاخر المساعد تاعو، وهذيك اللي هي العكس تاع لي كوري، كاين اللي يجي غوش كاين اللي يجي دروا، كاين اللي يجي على اليمين كاين اللي يجي على اليسار. دونك باسكو لازم ديما فيها واحد في اللي يهضر هو لو كوموندون دبور، باسكو يكونوا زوج دو كوموندون دبور ما تصلحش، لازم واحد هو اللي ياخذ القرارات الفعل النهائيه. عندنا مش غير لهنا ما تنحصرش المهمه تاعها غير في البيلوت، باسكو البيلوت الربان قائد الطائره ولا المساعد تاعو ما تنحصرش غير نخرجوا الطياره لبرا الديكول بور ريان، من اجل لا شيء. علاه؟ كاينه مهمه الاعوان تاعنا في الارض قال نحتاجوا دعم جوي مثلا، اللي كان مثلا السياره اللي هاربه ولا مثلا راكم شفتوا الفيديو؟ شفتوا هذاك وين وراو لكم الفيديو اللي وين سرقوا لو كوفر؟ دونك هما ينسقوا معنا، عندنا راديو اللي نسمعوا بها الشرطه تاعنا الاعوان تاعنا في الارض، ولا نشوفوا باغ اكزومبل تاع مختلف لي ديريكسيون مختلف المديريات، نخدموا بوكو بليس مع مديريه الامن
مديريه الامن العمومي ولا مديريه الوحدات التدخل او هما يطلبوا علينا حنا، لان جاهزيه في كل وقت لازم نكونوا جاهزين منين يعيطونا نمشيو. عندنا دوكا مثلا اللي هنا عندنا الزميل راه موجد لنا دو زاباراي، ثلاثه تاع لي زاباراي، اشاك فوا يعيطونا لازم نكونوا واجدين في اي اتجاه في 58 ولايه يعيطونا، قالت ها كاينه مهمه الوقت الفلاني نحتاجوا الدعم تاعكم في الوقت الفلاني نمشيو لهم.